ما ينفعش اكون لما احسب الستوكس بتاعتي على السنتين ثلاثه جايين الاقي ان لو الشركه ديد فيري فيري ويل ان انا حياتي مش هتتغير. فيك ات يو ميك ات مثلا. انا مش من المدرسه دي بصراحه، لان هو مفيش حاجه اسمها كده. انت ممكن تضحك على نص الناس، بس النص التاني هيبقى عارفك على حقيقتك، لانه يشتغل معاك، يعمل معاك بارتنرشيب، يا اما اتكلم معاك نص ساعه على بعض واكتشف ان مفيش كونتنت. انا عمري ما قلت الكلام ده برده قبل كده، بس للاسف بنسمع ان ستارت ابس بتفيك الارقام بتاعتها. انا مش قادره اتخيل اصلا ازاي ممكن حد يفكر ان هو يعمل كده. بس هقول لك الحاجات اللي انا مش بحبها كديفينيشن اوف سكسس. ما بحبش الناس اللي بتقول انا اكتر شركه ريزت في الريجن فديس مينز اي ام سكسسفل. I don't see it as successful. I see it as it could be an indicator that you guys are good, you raised money. مش بقول ان raising money is not good. لا طبعا we celebrate it وكل حاجة. بس it's not something to be proud of. يعني كنت واقفة مع entrepreneur من قريب and she was saying I want to raise more than the highest startup that raised. هدير شلبي. محمد ناجي. ازاي؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ فرحانة قوي ان انت معانا. احنا بدأنا امتى؟ فاكرة أول مرة شفتك امتى؟ بصراحة مش فاكرة. ولا أنا. أنت فاكر؟ أنا ولا أنا برضه. غالباً غالباً كريم، غالباً في وقت كريم أو يعني من الإيكو سيستم اللي إحنا فيه ده. أنا عارفة الكلمة دي الناس كتير ما بتحبهاش يعني، بس ليه ما بتحبهاش؟ والله ما أعرفش، أنا ما بعرفش أوصفها بإيه. يعني لو حد ما أعرفوش مثلاً، ما اشتغلناش مع بعض، ما تقابلناش في حتة معينة، بقول إيه؟ ما أعرفه من صح، لازم دي الكلمة اللي تتقال. من الإيكو سيستم، لو في كلمة تانية حد يقولها لي أحلى من كده هستخدمها والله. للأسف مفيش صح. طيب عملتي إيه بقى من ساعة ما اتقابلنا؟ لا عملت حاجات كتير. والله هي قصة غريبة جداً. ماشي. أنا سبت كريم في يناير 2020. وعشان كنت عايزه ابدا الستارت اب بتاعتي. ده كان قبل الكوفيد على طول بشهرين. فسبت وخدت اجازه شويه واتخطبت وكنا عايشين الحياه، وبدات افكر بقى عايزه اعمل ايه. بعدين كوفيد حصل. فمعظم البلانز باظت. بعدين انا شخصيا عشان اشتغل على حاجه لازم ابقى باشنت قوي على الحاجه دي. قعدت ادور على افكار يمين وشمال واتحمس على فكره يوم. انا متحمسه على فكره واتاكد ان انا هعملها غير لما استنى يومين ثلاثه كده. وتفضل قاعده مكمله. فكلهم بعد يومين ثلاثه ما بيكملوش. بحس ان انا مش متحمسه على الموضوع. وكده بقى اللي هو بجد كل اسبوع فكره جديده، واتحمس واروح اقول لاهلي وخطيبي او جوزي دلوقتي كذا، بعدين الفكره بتموت. وقعدت سنه كده. وطبعا في السنه دي اتعلمت، خدت كورسز وبتاع، عملت شويه كونسلتنج، يعني مش اللي هو قاعده فاضيه تماما، بس بعمل حاجات مفيده. لحد ما جالي مسج على لينكدين من حد في الاتش ار بتاع طلبات. ماشي. وانا لما اي حد بيكلمني عامه اي هاف ذا كونفرسيشن، مش اللي هو هقول لا، حتى لو انا متاكده ان هيبقى لا، لان كريم لما بعتوا لي في 2014 انا قلت لا. وبعدين لما اتكلمت معاهم شوف سبحان الله حياتي كومبليتلي اتغيرت، وقعدت هناك خمس ست سنين. فحتى لو انا حاسه انه لا بتكلم، فقلت تمام تعالى نتكلم. اتكلمت مع الراجل. اول ما بدات اجمع انه يا دي اطلب بقى لها 20 سنه في مصر، بقت طلبات، حجم التيم، التشالنجز اللي هم بيقابلوها، فلقيت نفسي متحمسه. فقال لي عايز الانترفيو، قلت واي نوت. دخلت الانترفيو، عجبني قوي الشخص اللي انا اتكلمت معاه اللي هو ذات تايم كان السي او او مديري في دبي. بعدين ادوني بزنس كيس، فلقيت نفسي مش مكسله اللي هو لا متحمسه. يعني قعدت كذا يوم شغاله صبح وليل على البيزنس كيس. فده اللي خليني احس اوكي، لو انا متحمسه لهذه الدرجه ان انا ام سبيندنج ذس ماتش تايم على البروجكت ده، فواضح ان انا عاجبني الموضوع. فغيرت رايي بقى، قلت خلاص انا مش لازم افتح الستارت اب بتاعتي، بدل في تشالنج عجباني وسكيل بقى مختلف تماما، فواي نوت. يعني الخوف طبعا هو احساس طبيعي كلنا بنحس بيه، بس ساعات بحس بحتتين الصراحه. اول حته انه في ناس كتيره بتخاف، وخوفها بيبقى نابع اكتر من ان انا مش عايز اخسر الحاجه اللي انا بادئها دي. مش ان انا خايف منها وخايف انها ما تنجحش، يعني احساس ان انا مش هسيبها او ان انا مش عارف امتى اوقف او كده. وانا من اكتر الحاجات اللي بقيت مقتنع بيها مع الوقت برضو انه اصعب قرار هو ان انا امتى اوقف مش امتى ابدا. انا امتى اليت جو وابقى مقرر ان الحاجه دي ده وقتها. فهل انت حاسه انه ده جزء من شخصياتنا دلوقتي؟ لان بصراحه برضو بما ان احنا بنتكلم بصراحه، في الجزء بتاع الانتربرينورز والناس بتفكر ازاي واحنا دايما جامدين وجامدين ومفيش الا احنا، فاللي هو هل ده حقيقي ولا بالعكس يا جماعه احنا برضو بيبقى عندنا دايما احاسيس مختلفه ثانيه؟ هو على فكره مش معنى ان الواحد مش خايف ان هو بيعمل الحاجه الصح. يعني لو بصيت على ستارت ابس كتيره حوالينا، ناس كتير قوي دي بيفتد. يس. فانا شايفه ان بيفتنج ده حاجه طبيعيه جدا. بيقول لك دونت فول ان لاف وذ يور بيبي. يعني طبعا. ف yes. بالعكس انا مش خايفه كفايه، او مش انا يعني، بس ان البني ادم يبقى مش خايف كفايه انه ما عندوش مشكله انه يغير الفكره مره واثنين، ممكن مش ثلاثه واربعه، بس يعني انه ممكن يغير الفكره مره واثنين.
لحد ما يوصل للفكره الصح اللي انت بتبص عليها بلوجيك. بس ما المشكله ان احنا يعني حوالينا ما بتحسيش ان الكالتشر دي موجوده قوي. يعني بحس انه احنا دايما عندنا الكالتشر بتاعه اعمل الحاجه وانجح ولا ما نجحتش تعالى نشوف اللي بعدك. فما يعني فكره ان الناس تبقى بتجرب مره واثنين وثلاثه وعشرة وتفضل زهره او تفضل تاخد السبورت ما بتحصلش كتير. يعني بحس انه الناس بتبقى عارفه ليبلد. قصدك ان الشخص ده فشل فخلاص انا مش مثلا او ناس تانية بتقعد تتجرب بفشلها. ايه ده ازاي ده؟ اللي هو انا جربته فشلته جربته فشلته. بس اقول لك على حاجه، ما زال هو لسه ما عملش حاجه. بس اقول لك على حاجه، انا مثلا لما باجي اعمل الناس انترفيوز بالعكس انا بحب جدا الناس اللي عملوا ستارت ابس وحتى لو فشلوا ما عنديش مشكله. اتليست هو حاول وجرب وفشل، ما هو 90% بيفشلوا في الاخر. صح. ف اتس اوكي okay. بس في الاخر هقول انا مش فارق معايا الناس بتقول ايه، او برضو ممكن تكون دي طريقه تفكيري. yes. او نفسي الناس كلها تفكر كده. يا جماعه اللي شايفني فاشله تمام واللي شايفني ناجحه تمام، المهم انا سعيده. yes. ولو بكره حسيت ان انا هبقى سعيده ان انا اقعد في البيت هقعد في البيت، ولو حسيت ان انا سعيده ان انا هقعد اطبخ او امبورت حاجه او اصدر حاجه هعمل ده. yes. مش فارق معايا الناس هتقول ايه ده، it doesn't make sense. هدير بعد ما عملتي كل ده هتقعدي في البيت تستوردي مثلا؟ فاهم؟ ما عنديش مشكله، ما عنديش. هل دي حاجه اوفر ريتد فكره الباشن عامه؟ لانه ساعات الناس بتبقى مش عايز اقول بتتاجر بالكلمه دي، او ان هم او ده الجزء الحلو من الموضوع ان احنا بنعمل الحاجه اللي بنحبها ومش عارف ايه او كده، بس بتبقى ساعات اوفر ريتد بالزياده وبتشجع ناس بالزياده ان هي تجري ورا الحاجه اللي بتحبها بالزياده. يعني بص انا ما اعرفش بالنسبه للناس التانيين، بس انا بالنسبه لي عشان انت بتقولي هل انت بتعملي اللي انت بتحبيه عشان انت اوريدي عملتي حاجات قبل كده، انا بالنسبه لي انا لا، انا فروم داي 1 كده. يعني انا اول ما خرجت اشتغلت في ايسك شويه. اوكي. ورحت ايسك لبنان وايسك هولندا، بس حاجات اللي هو مينيمم سالري، يعني انت بتعمل ده عشان تتعلم. ماشي. خلصت ورجعت مصر. حلو. فالتطور الطبيعي الحاجه الساعه من اصحابي كلهم اشتغلوا في فودافون وبي ان جي والشركات المالتي ناشونالز، كل اصحابي اشتغلوا في الشركات دي. فلما رجعت الطبيعي مامتي وبابايا قالوا لي يا بنتي قدمي انت كمان زي اصحابك. هم عارفين بقى الناس دي بيعملوا مرتبات حلوه وجميله وحطوا مقدم في عربيه بالظبط حياتهم حلوه. انت كمان تحطي مقدم وتشتري لك عربيه حلوه. وانا رفضت. وانا لا حلتي حاجه ولا عملت حاجه ولا ما كانش عندك بلان اصلا؟ لا بس عندي بلان، انا عايزه اعمل حاجه بتاعتي بس مش عارفه ايه. مش عارفه ايه مطعم بقى، انا مش عارفه. وبدات تاكسي الساحل بكده، وكان كل الناس بيقولوا ايه الفكره الغبيه اللي انت بتعمليها دي. الناس اللي في الساحل كلهم معاهم فلوس ومحدش هيطلب البروجكت ده، ولو كان هيشتغل ما كان الناس عملوه من 20 سنه لما الساحل بدا، وسواقين ايه اللي هتشتغلي معاهم وعربيات ايه ما كانش حد مقتنع بالموديل. يعني صح. حتى ناس في اهلي يقولوا يعني بعد ما صرفنا عليكي في التعليم ده كله هتشتغلي في عربيات وتاكسيات وبتاع. فبالنسبه لي انا هي كده فروم داي 1. اوكي. بس انا متخيل ان اكيد كان في بلاوي ومصايب عندكم الناحيه الثانيه وانتم مش عارفين اصلا تهندلوا الدنيا دي ازاي، وحاسس ان ده بقى اصلا جزء من الستوري اللي احنا دايما ما بنحكيهاش بتاع الناس بتشوف ايه ورا وايه الحاجات اللي فعلا انت كنت بتشتغل نفسك فيها في الوقت ده، على قد ما كانت ليرنينج اكسبيرينس جميله ولذيذه. بس اكيد at the time ان انا لا يعني انا ممكن اقول لك لحظه انا فاكراها كانت صعبه جدا. يعني في الوقت ده زي ما بقول لك احنا الاول الكيرف بتاع الاكوزيشنز عمل كده. اوكي. مصر كلها نزلت الاب واحنا ما كانش عندنا سواقين تكفي مصر كلها. لا بسم الله الرحمن الرحيم. فكان اكبر تشالنج طبعا ان احنا نجيب كابتنز على قد ما نقدر عشان تكفي. فبقول لك بنشتغل كل يوم لحد مثلا 2 بالليل. ماشي. وجيت في يوم لقيت واحده بنت كاتبه بوست على فيسبوك بتشتم فينا عشان حصل لها مشكله اوف سام سورت، وعليها مثلا 1000 شير حاجه زي كده. اوكي. انا قعدت اعيط في المكتب. وانا شخصيه قويه يعني مش اللي هو، بس عارف لما تحس ان هو يا يعني كل ده بنشتغل صبح وليل عشان الاكسبيرينس وعشان نعمل كذا للكاستمرز وعشان انتوا حياتكم كلها تبقى اسهل. يعني اكيد ممكن نغلط غلطه. صح. ومش بقول ان احنا المفروض نغلط، بس طبيعي لما تكون بتعمل فوق ال 100,000 رحله او كذا في اليوم ممكن ان يحصل مشكله في اوردر او اثنين او ثلاثه. طيب هاخدك في حته ثانيه، سؤال مختلف برضو كونتروفيرشال. بتحب انت الكونتروفيرشال؟ احنا جايين ندردش جايين نتكلم في الحاجات دي، بس حاسس لان السؤال ده بصراحه كان عندي لان انا مريت بيه شويه. فكره انت كنت لسه وانت بتكلمي بتقولي ان انت ما دخلتيش كوربريت خالص، يعني انت لما خلصتي سافرتي شويه مع ايسك وبعد كده لما رجعتي عملت تاكسي ساحل، فانت فعلا ما دخلتيش مع زي ما بنسميه كده السبون فيدنج بتاع الكوربريت وبتاع الورك اثكس وبتاع الحاجات دي تعمليها ازاي، وبدل ما تتعلمي الحاجه دي في سنه تتعلميها في شهر ويبقى عندك مانجر بيأثر عليكي بغض النظر عن بيأثر عليكي ازاي، الحاجات دي كلها انت ما عشتيهاش. وذا سيم اكسبيرينس حصلت معايا برده بصراحه، وحاسس انه الحاجات دي على قد ما كان ليها بروز شويه بروز كده لذيذه ولطيفه، بس كان فيها كونز كتير قوي.
هل شايفه ان ده الاكسبشن ولا لا؟ لان ده دايما بيبقى السؤال بتاع اي حد بيبقى عايز يبدا، اللي هو اروح اتكعبل في كوربريت الاول ولا ابدا على طول الحاجات دي على طول دايما بالظبط. وانا مقتنع صراحه ان فيهوش صح وغلط قوي يعني هو كل واحد على حسب ظروفه ايه. بس انت الحته دي ايه الجيفنز اللي عندك فيها؟ لانه اي بيليف الاكسبيرينس بتاعتك اللي انت مريتي بيها وذر ثرو من اول ما بداتي بقى تاكسي ساحل لغايه دلوقتي خدتيها ممكن يبقى بشكل مختلف تماما عن لو كنت خدتيها بشكل كوربريت. صح. ايه بقى؟ بص انا زمان طبعا كنت بايست قوي للي انا عملته، فكنت حاسه ان هو ده الصح ولا كوربريتس ايه وكذا. بعدين لما كبرت شويه جمعت ان هو اصلا كل واحد فينا مختلف قوي، فكل واحد له يعني كل واحد له طريقه ليه جيفنز كمان مختلفه بالظبط. فمش قادره النهارده ان انا اقول هو ده الصح او هو ده الغلط. زي ما انت قلت مفيش صح وغلط. بس ممكن اقول لك ان شفت pros and cons. طبعا the cons are obvious. ماشي. ان انا لما بدات في كريم ما كنتش فاهمه اي حاجه عن how corporates run، الحاجات البيسك اللي ممكن يبقى حد بقى له مثلا سنه شغال في شركه عارفها، انا ما كنتش عارفاها. فاحتجت ان انا اتعلم كل ده لوحدي، يا اما بقى من co-founders يا اما من mentors يا اما ان انا اقرا حاجات بجد as basic as you can think. صح. فده كان واضح وصريح. I think البرو وغصبا عني انا I'm biased to my own experience ان on the other hand I wasn't limited to anything، لان انا ما كنتش عارفه الحاجه بتتعمل ازاي، فغصبا عني كنت دايما بفكر outside of the box، بشوف المشكله ايه وبحاول احلها بمخي. مش عشان انا عارفه ان هم بيحلوها بالطريقه دي في الشركات. طب ما هو حل الشركات most of the time it doesn't fit مع الرياليتي بتاعت الستارت اب. صح. فبقيت في كل فيز بفكر بيز على المشكله دي احلها ازاي، بيز على المشكله دي احلها ازاي، مش ان انا جايه ببلاي بوك بنفذه. ممكن بقى اقول لك حاجه بقت موجوده دلوقتي، يعني they're very lucky الناس اللي بتتخرج دلوقتي ما كانتش موجوده لما انا وانت اتخرجنا، ان بقى في ستارت ابس كبيره موجوده دلوقتي عندها الميكس بتاع الاثنين. ما انت ما تروحش تبدا وانت متخرج تشتغل في ستارت اب فيها 3 اشخاص وتقول انا هبدا ماي اون ستارت اب وابقى كده، وما تروحش تقول برضه هشتغل في كوربريت او يعني. صح. ممكن اوبفيسلي، بس لو دخلت ستارت اب من اللي هم دلوقتي بقى فيه في مصر على الاقل 7-8-10 ستارت ابس كويسين ويل فاندد، فيهم ناس جايين من الكوربريت وفيهم ناس جايين من الستارت اب، انا متخيل ان ده احسن مكان ممكن نبدا فيه. ولما اختي اتخرجت انا نصحتها بكده. فانت اصلا بقى لما بتيجي تهاير بني ادمين او لما بتيجي تشتغلي مع ناس تانية، او بما ان انت نطيتي من تدرجتي بليفلز مختلفه وشفتي ناس مختلفه، شايفه لقطه الناس اللي ممكن يبقوا منبهرين بالتايتلز اكتر او منبهرين بفكره انا كنت بعمل ايه وبقيت بعمل ايه وكده اكتر بكتير من اللي هم اصلا بيعملوه؟ yeah. شايفاها موجوده؟ عشان انا شايفها لا شايفاها طبعا. شايفاها موجوده. اي ثينك دي كانت مشكله عندنا برضو زمان، ان الواحد لما بنبدا كنا بندي تايتلز واحنا مش عارفين اصلا سكيل الشركه هيبقى عامل ازاي بعد كده. فطبعا at different points بتلاقي ان انت you inflated التايتلز دي. صح. ودي حاجه اتعلمتها يعني لما جيت بقى بدات at some point I was leading كريم باس فور ذا ريجن، وخليت التيم بتاعي كله الدايركت اسمه مانجرز. اوكي. مفيش هيدز، مفيش دايركتورز، مفيش. ماشي. لان بقيت خايفه طب ما انا النهارده هسميك مثلا هيد بعدين ممكن at a much bigger scale اكتشف ان انت you're not the right person وان محتاجه a higher level يجي يمسك الفانكشن دي which happens. خلينا رياليستك عشان ما نبقاش بس. صح. زمان كنا اللي هو لا انت لو بدات الستارت اب من الاول انت هتبقى انت اللي you're leading الكذا. لا على فكره it's not true. ممكن تبقى انت you're leading وتكبر مع الشركه وعادي جدا لو جه فوقيك حد مسك. ف how I dealt with it ان انا دايما ببدا باقل تايتل ممكن للناس عشان والله كبرت معاه حلو تاخد تايتل اعلى، ما كبرتش معاه عادي. وده ما بيأثرش بالنسبه لك على كواليتي الناس اللي انت بتجيبيهم؟ والله ساعتها ما أثرش قوي لان انا كنت بقول من الاول انا يا جماعه مفيش تايتل، الناس كلها اسمها كده، ده مش معناه ان انت بالعكس. انا في الاخر اصل الناس عاده الصح they don't get excited about titles بصراحه. صح. they get excited about انا همسك الماركتنج تيم بتاع كذا او انا همسك الاوبريشنز that has such a scale او البوتنشال بتاع الشركه دي. and if they really believe in it بيتحمسوا على الستوك اوبشنز مثلا اللي هياخدوها. فلو حد بقى استك اون ذا تايتل يبقى هو مش شخص صح اصلا. ممكن على حته الستوك اوبشنز دي نقطه مهمه قوي. اي ثينك ان كريم من الكيسز اللي الناس شافت اللي حصل يعني. yeah. شافت فكره انه لانه تعالوا هتاخد ستوك اوبشنز وكده بس تمام بقى حليني واديني واديكي طولت العمر. بس اي ثينك في كريم في ناس اوريدي شافت انه لا يا جماعه الحاجه دي حقيقيه، فبالتالي لو انت كشركه بدات تبني الستوك اوبشنز بتاعتك يو شود فوكس اصلا على انت بتبنيها ازاي وكده لان اتس سمثينج ريل واتس ترو. فهل ده بالنسبه لك اصلا لما انت هل هو موجود في طلبات ولا لا ما اعرفش، ولو موجود هل شايفه ان دي حاجه اصلا هيلثي كمان ان هي تبقى موجوده especially
ان الشركات كلها دلوقتي بقت بتتاجر بفكره الستوك اوبشن. تعالى يا باشا وهديك ستوك اوبشن. انا بس اجيب. بص انا فاكره انا شايفه انها فكره خطيره طبعا. وفي كريم هقول لك معظم الناس كانت متحمسه قوي، واللي هو بنقعد بقى كل ريز نقعد نحسب بقى كل واحد فينا عمل كام. مش في الحقيقه طبعا ساعتها على ورق. ايوه بالظبط. بس ناس مننا كتير قوي كانت مقتنعه وكانت مدينا احساس ان احنا وي اون ذا كومباني. يعني انا بقول انا بسمي نفسي انتربرينور مع ان انا تكنيكلي كنت بشتغل عند حد. بس انا كنت بحس لا اي اون ذا كومباني اي اون حتى لو اتس سمول بارت بس اي اون بارت اوف ات. وطبعا في نسبه ناس ما كانوش فاهمين ده ايه وحاسين ده نصب وكذب. اعرف ناس مشيوا يوم قبل ما الستوكس بتاعتهم تبقى فست، يوم والله العظيم يا ناجي. وناس اسبوع واسبوعين they had zero belief ان this will ever be something. بس جابت نتيجه ان الكوفاوندرز بعتوا ناس في السعوديه وفي باكستان وفي مصر وقال لهم يا جماعه الشركه دي بتاعتكم مشوها. وبيكوز وي هاد ذات بليف اند ذات اونرشيب عرفنا نعمل حاجه مش بس في مصر، في كل البلاد الثانيه. ف يعني لو انا هبدا ستارت اب بتاعتي تاني ديفينتلي مش بس هدي ستوكس، هبقى جينرس في الستوكس. لان في ناس النهارده بتدي ستوكس وللاسف ذير نوت جينرس. يعني تروح تبص على مثلا حد مثلا تيم ليدر في شركه حتى لو ده رول ممكن ما يكونش اكتر حاجه سينيور، بس ما ينفعش اكون لما احسب الستوكس بتاعتي على السنتين ثلاثه جايين الاقي ان لو الشركه ديد فيري فيري ويل ان انا حياتي مش هتتغير. طب ايه رايك في كتر الايفنتس اللي بتحصل في مصر؟ والله هي ولا مش كتير. انا ما اعرفش عشان ما عايشش في بلد ثانيه لونج انف ان انا اعرف الكومبارزن للبلاد الثانيه عامله ازاي. عليك انت يعني بتحسي بتلحقي تحضري؟ والله ساعات بتعب طبعا، بحس اللي هو خلاص كفايه وما بحضرش وببقى هو مش قادر اروح. وساعات لو حصل ان الموضوع هيبقى انترستنج او ممكن اتعلم حاجه او اقابل ناس مثلا جداد بصراحه بروح، بحس ان عندي الكاباسيتي شويه ان انا اروح الحاجات دي ممكن اكتر من الافرج بيرسون يعني. وساعات بزهق طبعا وتقلي شكور ما بروحش حاجه يعني. بس تحسي بالفاليو ودي اهم حاجه. انا بحس بص اي ريلي بليف ان ذا باور اوف نتوركينج عامه. اوكي. يعني ان انا اتعرف على ناس من حتت مختلفه بعرف بحس كده اتس ريفرشنج ان انا اتقابل ناس جديده. صح. يعني خلاص الناس اللي حواليا اللي اتعلمنا في نفس الجامعه واشتغلنا في نفس الشركه وي مور اور ليس هاف ذا سيم ايديولوجيز ان كذا. بس لو مثلا حد جديد اشتغل في بلد مختلفه او بيشتغل في اندستري مختلفه تماما انا بحس ذس از ريفرشنج وبيديني برسبكتيف على حاجه ما اعرفهاش. فذاتس واي ممكن اكون بحب الحته دي شويه. بحاول اشوف مثلا حجم الناس الاودينس اللي رايح قد ايه، المكان فين، مين الناس اللي اعرفهم اللي رايحين. ساعات ممكن اسال الناس اللي اعرفهم لو راحوا السنه اللي فاتت مثلا او اللي قبلها مين الشركه اللي منظمه مين السبونسرز يعني. بس طبعا ساعات الواحد بيروح من كتر ما هي ايفنتس كتيره وجديده ساعات بتبقى مش عارف. فساعات بتروح حاجه انت متخيلها جامده وتطلع فكسانه. والعكس صحيح، ساعات انا اي ميس داوت اون ايفنتس ليتر اون حسيت اوف انا ازاي فوتت يوم زي ده. فبيحصل برده كده وكده. فالواحد محتاج يتعلم بقى ازاي يفلتر اختار الايفنت. صح. بتهتمي اكتر بعدد الناس اللي رايح ولا بتهتمي بحته الكواليتي اللي موجوده ولا مين الناس اللي ورا الايفنت ولا مين الناس اللي هتحضر؟ حسب بقى اتس ميكس اوف بوث. يعني رايح اتكلم مثلا هبقى عايز اعرف قد ايه عدد الاودينس. لو العدد صغير بس فيري هاي كواليتي طبعا لا ممكن اروح. بس لو العدد كبير فاهم ف اتس ميكس ما بين الاثنين بحس وحسب ايه الاوبجكتيف. ما بحبش برده اروح اتكلم في توبيك ممل. يس. ففي كام حاجه قادره تمونيتور نجاحك في الايفنت ده وذر على كومباني ليفل او على هدير ليفل. يعني لو طلبات نازله ايفنت هل بتقدري تمونيتور فعلا الايفنت ده واز سكسس بالنسبه لك؟ يستحق الانفستمنت اللي اتحطت فيه والكلام ده كله تو ان اكستنت. يعني بعد الايفنت بحس بتبقى بالنسبه لنا فيري كلير الايفنت ده هننزله تاني ولا لا. الاسئله اللي انا دايما ما بحس ان انا ايه ده مش لاقي لها اجابه مش عارف ازاي. حسب الاوبجكتيف. يعني مثلا زمان لما كنا بننزل كنا عايزين مثلا ليتس سي اوردرز او رايدز او كده ايام كريم مثلا عايزين فيري كلير انا عايزه جروث عايزه اكوزيشن عايزه رايدز. فانت بالارقام تعرف الايفنت ده جاب لي رايدز ولا ما جابليش لان كل حاجه ليها الكود بتاعها. لو احنا اكتر عايزين براند لاف دي ملهاش يمكن رقم بس انا بحسها يعني معرفش بحس ان انا خرجت من الايفنت انا حاسه الناس كلها كانت بتتكلم على طلبات عملت ايه او طالع من الايفنت ما حدش شافنا اصلا هناك او فمش كوانتيفايبل قوي بس مهم بس يعني بحس there's a way to find out يعني. طب في الايفنتس بقى الكتيره دي والناس الكتير قوي بقى اللي انت بتقابليهم دول هل بتقابلي ناس بتلاقيهم دايما بيأوفر سيل اللي هم بيعملوه ان هم انت بتبقي عارفه اصلا انه لا يو ار اوفر سيلينج ولا هل ده اصلا سؤال؟ لان ده سؤال دايما بيبقى بالنسبه لي هو انا لازم اوفر سيل؟ للاسف انهي طبعا لازم اوفر سيل ولا لازم لا بقابل ناس كتير طبعا ذات اوفر سيل ذيم سيلفز.
هل ده كويس ولا وحش. انا اي دونت لايك يعني اتس ديفرنت سكولز. يعني اي ريممبر ناس من الناس دي كان الشخص ده was saying fake it till you make it مثلا. اوكي انا مش من المدرسه دي بصراحه لان هو مفيش حاجه اسمها كده. انت ممكن تضحك على نص الناس بس النص التاني هيبقى عارفك على حقيقتك لانه يشتغل معاك يعمل معاك بارتنرشيب يا اما اتكلم معاك نص ساعه على بعض واكتشف ان مفيش كونتنت. فلا انا مش بحب المدرسه دي. مشكلة الموضوع ده طبعاً إن الشباب الصغيرين اللي في المدرسة أو في الجامعة دي look up للناس دي. فساعات بقابل ناس صغيرين يقول لي ده أنا الشخص ده ده الرول موديل بتاعي وأنا من جوايا بعرفة إن الشخص ده is أكتر branding و positioning عن ما في content. طبعاً ما أقدرش أقول لهم حاجة لأني عمري ما عايزة حد يبقى شكله وحش. بس بيصعب عليك ال بيصعب عليا ان حد صغير يكون مش عارف يفرق وتشيسفير. انا لو مكانهم برضو مش عارف افرق ما بين مين الشخص اللي فيه وراه كونتنت وفعلا اسمع له لان التفاصيل اللي بيقولها صح وما بين الشخص اللي بيتكلم عشان قرا كتير على جوجل وعلى الانترنت وفهم شويه كلام مجعلص كبير ما نص الناس مش فاهماه عشان عايز يقوله. بس لو انا بفكر ازاي افيك a certain persona لان هو دلوقتي I think it's cool مثلا to be an entrepreneur فانا هعمل نفسي entrepreneur بس انا اصلا من جوايا فاهم واحد تاني خالص. لا هو مش قادر اتخيل ان ده ممكن يكون صح. again nothing against it ان انت تبني قصه وتفكر هكتب ايه على السوشيال ميديا وهروح انهي ايفنتس وما اروحش انهي ايفنتس وهلبس ايه ده مش وحش. بس لو انت عايز تعمله بطريقه عشان هو ده اللي يساعدك تريز فلوس او هو ده اللي يساعدك ان انت تبقى جامد او مشهور بس انت في الحقيقه اصلا ما بتروحش الشغل لحد الساعه 12 الظهر والتيم بتاعك اصلا ضايع والفكره بتاعتك اصلا مش ناجحه بس انت محسسنا انها ناجحه او بتفيك الارقام بتاعتك which is برضو حاجة بنسمع عنها للأسف. It's very sad. أنا عمري ما قلت الكلام ده برضو قبل كده بس للأسف بنسمع إن startups بتفيك الأرقام بتاعتها عشان تريز أكتر أو تعلي أنا مش قادرة أتخيل أصلاً إزاي ممكن حد يفكر إنه هو يعمل كده. أنا نفسي ما يديش وجهة نظر وحشة عن startups برضو عشان هي مش كلها كده بس خلينا واقعيين إحنا بس عشان off the record النهاردة فبنطلع. بس أنا بحس طبعاً أكيد في ناس اللي هو انا لو عملت رسمت الايمج دي وعرفت رايز شويه فلوس وادي لنفسي سالري كويس ومنتين الستارت اب دي على قد ما اقدر مش لازم اكبر مش لازم ابقى يونيكورن مش لازم بس انا بمنتين اسيرتن كده لايف ستايل ثينك دي مدرسه برضه. ايه هو السكسس؟ يعني هل ان انا ابقى يونيكورن كفالويشن ولا ان انا اريز اماونتس معينه ولا ان انا اروح ويبقى عندي نتورك كبيره فشخ ولما بحتاج اريز فلوس برفع سماعه التليفون واريز وانزل في البي ار بتاعي ان انا ريزت مش عارف ايه وهو ده النجاح. يعني وات ديفاين سكسس بالنسبه لي؟ بص اي ثينك سكسس ديفينيشن ده حسب انت عايز ايه. يعني انا بالنسبه لي مثلا ذا ديفينيشن اوف سكسس از ان انا اعمل سيرفيس تبسط الناس. اوكي ده بالنسبه لي انا كهدير. لو هعمل تاني بزنس genuinely مش هيبقى فارق معايا السكيل بتاعه قد ايه. لو انا هعرف افيد 100 واحد في مصر عندهم a huge problem وانا احلها لهم I'd be very happy. طبعا as long as I can maintain يعني my expenses as well وكل حاجه I would be very happy. فده بالنسبه لي. ممكن بالنسبه لحد تاني the definition is ان انا اعمل بزنس كبير يكون الناس كلها في مصر مثلا او في العالم او في الريجن بيستخدموه. بس هقول لك الحاجات اللي انا مش بحبها ك definition of success. ما بحبش الناس اللي بتقول انا اكتر شركه ريزت في الريجن ف this means I am successful. I don't see it as successful. I see it as it could be an indicator ان you guys are good you raised money. مش بقول ان raising money is not good لا طبعا we celebrate it وكل حاجه بس it's not something to be proud of. يعني كنت واقفه مع entrepreneur من قريب and she was saying I want to raise more than the highest startup that raised. ده تشالنج بس انا عايز اعلق وخلاص. بس ليه لو البيزنس بتاعك مش محتاج بالعكس انت او انت يور دايلوتينج يور سيلف. يعني يور دايلوتينج يور سيلف اتس ا سمبل از ذس اند ات مينز ان مفيش برودكت ماركت فيت كفايه ان انا عارف اكبر البيزنس من غير انفستمنت. فمش معنى ان شركه ناجحه النهارده وريزت فلوس كتيره وفالويشن عاليه وايفري ون ثينكس اتس كول ان هي تنجح. ما عندنا كلوب هاوس. كلوب هاوس واز ذا ايت ثينج صح فور ا فيو مانثس اللي هو يعني لو كان حد قال لك خش انفست فيه كل فلوسك دلوقتي هتخش ودلوقتي هو فين؟ مات خالص تماما. واتعرض عليهم يبيعوا على فكره بمبلغ كبير لو انا فاكره القصه يعني صح وما باعوش والنهارده الفاليو بتاعهم واقع تماما. فده يخليك دايما تفكر واتس ذا ديفينيشن اوف سكسس. طبعا كلامنا ده لا يتضمن التريزه بتاعت عبده احنا مالناش دعوه خالص. لا طبعا دي احلى تريزه واحتفلنا بيها وادوكيت لي احسن ناس وكان لازم يريز
لا طبعا انا اكيد مقتنع باللي هو بيعمله. طب عامله ايه اصلا عبد عامه فكره ان انتوا الاثنين كده كل واحد عنده حتته اللي شبه بعض قوي؟ ايوه تتخانقوا؟ لا بص انا شايفاها حاجه لطيفه جدا، كنت لسه بقول له عاجبني ان احنا بنشتغل في نفس المجال، فهي كان ريليت اللي انا بعمله وبنتعلم من بعض، يعني ساعات انا محتاره في حاجه اساله اند فايس فيرسا، فتحس ان احنا كده عاملين الاوف ريكورد بتاعنا. أيوة. في البيت يعني بنبلبع لبعض ساعات بنقعد طبعا نارجيو في حاجات، ببقى انا عندي راي وهو عنده راي تاني، وخلي بالك احنا بنشتغل برده في ديفرنت ستيجز اوف ستارت ابس، فبنبقى شايفين الحاجات بوجهه نظر مختلف. انا غصب عني ساعات بشوف الحاجات باللنس بتاعت بيج ستارت اب، هو بيبقى شايفها بايرلي ستيج ستارت اب، فبنقعد نارجيو بس في الاخر بنتفق يعني. صح. بس بتطلعوا يعني عندكم هذه المساحه ان انتوا تطلعوا الانرجي اللي جواكم لبعض وبتعرفوا؟ لا على طول زي ما انت يعني. قلتي كده اوف ذا ريكورد، تعالى يا حبيبي شفت حصل ايه؟ هقول لك انا مبقوقه. طب ايه ده جامد ان انت تعرفوا تعملوا ده، لان ده مش سهل برضو يبقى عندكم حتى الليفل اوف ان احنا نسمع بعض ونعرف نطلع ده لبعض. لا بس دي مش يعني مش عارفه لو كنت اتجوزت حد بيشتغل حاجه ثانيه كنت هعمل ايه؟ هنتكلم في ايه؟ ايه ده يعني هدير، والله انا مبسوط قوي عامه بالديسكشن، يعني حاسس ان انا بندردش كده، فهوبفلي يطلع نفس السبيريت دي. تعالى زورنا بقى في البيت. انضم لسه ما زرتناش لحد دلوقتي. ايوه حصل، اجي انضم للاوف ذا ريكورد بتاعكم الصغير كده، بس ما تقولش لحد على الكاميرات والحاجات دي. احنا ثلاثي كده اوف ذا ريكورد، ثلاثي كده. ثانك يو سو ماتش يا هدير. على ايه؟ ثانك يو والله، اتس ماي بليجر.